أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: هل يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لا بأس بذلك، لكن لا يتخذ هذا عادة يستمر عليها إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء. أما إذا صلى على غير النبي في بعض الأحيان فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم.